السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام أهلا بيكم في كل مكان. اعملوا لنا لايك، اكتبوا لنا تعليق جميل واشتراك، ويلا نبتدي نشوف فيديو النهاردة. فيديوهات مطلوبة بنعملها ونقدر توصلي يعني الاحتراف وقت بسيط جدا جدا بالمتابعة إن شاء الله. أي قماش بجيبه يا جماعة بيكون عرضه 150 سنتي، بيكون العرض بتاعه 150 سنتي. أي حاجة بعملها للأطفال لازم أعرف طول الموديل، طول الموديل تمام. طيب معظم الاطفال ما بيحتاجوش في الموديل بتاعهم اكتر من متر تمام. بس بطبق القماش كده على 4، ده قماش للتدريب مش اكتر تمام. زي ما قلت لحضراتكم معظم الاطفال ما بيحتاجوش اكتر من متر في القياس بتاعهم تمام. طيب انا سويت وهعمل بنطلون للاطفال. عشان اعمل البنطلون، البنطلون بتاعي ليه كورنيش من اسفل، باخد من عند دوران الوسط هنا لغاية الطول، وبخصم منه الطول اللي انا محتاجاه للجزء الدائري او جزء الكالوش اللي اسفل تمام. يعني لو طول البنطلون هيبقى 36، فانا بشوف انا محتاجة قد ايه للكالوش ده. لو انا مثلا محتاجة هنا لغاية 24، فلازم الجزء ده يبقى في مكان لوحده تمام. يبقى البنطلون بتاعي من اول الوسط، من اول عظمة الوسط لغاية الجزء ده تمام. طيب في حاجة عايزة اقولك عليها، بحاجات بتريحك في القياسات. قياس الحجر عند الاطفال تقريبا بيبقى 20 سنتي لمعظم الاطفال تمام. 20 سنتي ماشي، متطبق على 4 بالشكل ده اهو. باخد خط يساوي معايا القماش، هقص الجزء ده عشان يكون الموضوع واضح بالنسبة لكم. ده قماش للتدريب عشان تتمرني، تتمرني على ملاية السرير، على اي قماش متوفر عندك اهو. طيب اول قياس انا بعتمد عليه اللي هو اكبر حجم، هاخد ربع دوران اكبر حجم. يعني ايه اكبر حجم؟ يعني منطقة الارداف وهو الجزء اللي هيبقى هنا تمام. هو ده الخط بتاعي اهو بالشكل ده، وده يعني قياس افتراضي، انا بعمل قياس افتراضي دلوقتي اهو تمام. ربع اكبر حجم، ودي في حالة ان انا هعمل استك، في حالة ان انا هعمل استك. ولو هعمل كمر مش هعمل استك، فانا باخد القياس اللي هنا ربع دوران الوسط، ربع دوران الوسط. لكن انا هعمل استك، فانا خدت ربع دوران اكبر حجم تمام. طيب نفس القياس ده كده، شوف انا خدته كام، قلت لكم ده قياس افتراضي اهو. اعملي التدريب ده عشان تتعلمي. ده كده ربع اكبر حجم تمام. طيب انا بنزل 20 سنتي، وقلت لكم 20 سنتي دي بتاعت ايه؟ ال 20 سنتي دي بتاعت الحجر، بتاعت الحجر عند الاطفال تمام. اما تقيسيها تاخدي القياس اللي بقولك عليه ده، او تقيسي البنطلون من اول الوسط هنا بالشكل ده، وتقيسي الرجل من جوه، من جوه فين؟ عند الحجر. بس ايه، انزل 2 سنتي عشان ما يبقاش مخنوق، انزل 2 سنتي بالشكل ده. لما اطرح الرقم ده من الرقم ده يديني الحجر، يديني الحجر، بوفر عليكي كل ده. او ممكن تقيسي من البنطلون عندك من بتاع الطفل يكون مظبوط، برضه هتعرفي الحجر، وهتلاقيه تقريبا 20 سنتي تمام. طيب بطلع 5 سنتي بالشكل ده من عند القياس ده، او 6 سنتي لو يعني البنوتة او الولد مليان شوية، بس احنا بنعمل بنطلون بنوتة تمام. يبقى 5 5.5 بالكتير تمام. طيب اهو ده كده الخط بتاعي اللي انا عملته بالشكل ده اهو تمام. يبقى هنا 5.5 اهو بالشكل ده كده هنا بالظبط. وبعمل الدوران اللي انا كنت بعمله بتاع الابط اهو، ده دوران الابط اللي انا كنت دايما متعوده اعمله تمام. ودي نقطه مهمه جدا في البنطلون. طيب باجي هنا تحت عند الطول اللي انا محتاجاه، وزي ما قلت لكم انا بخصم الطول بتاع الكالوشه بتاعتي، بخصمها. يعني انا مثلا هقول الطول بتاعي هنا عشان يبقى واضح اهو، ده كده طول البنطلون اللي انا بقيسه من اول هنا كده من عند عظمه لغايه ما بحدد طول البنطلون تمام. هنا بحدد طول العرض بتاع الرجل. يعني ايه؟ يعني باخد الجزء ده كده، انا الكالوشه بتاعتي هتبتدي من اول هنا لغايه الاخر، فاروح واخده الجزء ده كده على حسب ما هاخده. لو انا خدته ضيق يبقى انا هطلع النتيجه كده، لو انا خدته واسع يبقى انا هطلع النتيجه بالشكل ده اهو. وايا كانت النتيجه
زي ما انا خدتها مدوره كده بروح واخداها بالشكل ده كده تمام. فانا هقول وليكن ده القياس اللي طلع لي، واروح موصله النقطه دي بالنقطه دي بالشكل ده اهو، واروح موصله النقطه دي بالنقطه دي. بس اقص بقى البنطلون بتاعي اللي هو خلص ما خدش دقيقتين. لو انا عايزه اعمل بنطلون عادي فهو ده كده البنطلون اهو. مسافه الخياطه طبعا لازم تاخديها، بس انا بقول لكم انا بعمل تطبيق، بشتغل على قماش ملايات سرير علشان اوريكم بس الفكره. لكن في الاخر حضرتك بتجيب القماش المناسب، والقماش المناسب غالبا بيكون قماش السوفت تمام. قماش السوفت او قماش السي واي دارج جدا 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 اليومين دول اهو. تمام كده انا خلاص عملت البنطلون. طيب انا هاخد منهم واحده بس، انا هفرد كده البنطلون اهو فردته، وهاخد بس منهم واحده. اهم حاجه احدد خط النص هنا، الفرق ما بين البنطلونين. بنزل حوالي 3 سنتي بالشكل ده على ما فيش، بس طبعا يمر بخط النص اهو بالشكل ده، وبنقص من الحجر 2 سنتي لان الخلف دايما بيكون اكبر 2 سنتي، لان الخلف دايما بيكون اكبر 2 سنتي بالشكل ده. انا عملت الامام اهو وده الخلف، يبقى الامام رقم الف والخلف رقم خ تمام. هقص التعديل الجديد، يبقى انا كده الامام واضح والخلف واضح معايا. عملنا لايك؟ طب كتبنا تعليق؟ طب نكتب تعليق لغايه ما اقص الجزء ده كده اهو. بس كده خلاص بنطلوني خلص تماما. حجر الامام بقى اصغر من الخلف، وحجر الخلف بقى اكبر اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. كده اصبح معايا واضح، فاضل بس الجزء بتاع الكالوش معايا. عندي قماشة اهي، وبرضو طبقها على 4 بالشكل ده كده اهو. خلاص كده انا طبقتها على 4 تمام. طيب باخد الجزء ده كده اهو اللي انا عملته اهو، وباخد شايفين انا واخده على الحرف ازاي، عشان انا كده عايزاها كلوش اهو. طيب وهنا بحدد الطول اللي انا قلت لكم عليه اهو، وليكن مثلا 13 سنتي، يبقى انا همشي على كل كده 13 سنتي بالشكل ده. يبقى انا عايزه متر عشان اعمل البنطلون ده لطفله، ممكن 6 سنين و7 سنين و8 سنين يلبسوا نفس القياس تمام اهو. ممكن كمان اعمل مسافه خياطه هنا بالشكل ده كده. تمام طيب تعالوا بقى عشان نشوفها اكتر وضوحا، زي ما حضراتكم كده شايفين دي الكالوشه بتاعتي، تعالوا نشوفها اكتر وضوحا على المكنه. حاجه بعملها في الخياطه ان انا بخيط الجزئين دول، اول حاجه بعملها بخيط الجزئين دول هم اللي هبتدي معاهم في الخياطه. خيطنا الجنب ده والجنب ده كده اهو. اول ما تفردي البنطلون يظهر لك على طول، شايفين كده الحجر اهو هيطلع معاكي مظبوط جدا تمام. ببتدي بقى اخد الرجل على بعضها كده واخد الحجر كده على بعضه وابتدي اخيط. شايفين كده البنطلون خلص. لو هتعملي بنطلون هتعمليه في دقايق بالطريقه دي تمام. طيب هناخد الكلوش بتاعنا نقسمه بالنص ونخيط الجنب ده كده. في فيديو عملت لكم فيه ازاي اتني اي دوران اي شيء مدور، هسيب لكم الرابط ان شاء الله. طيب بدخل بالشكل ده كده اهو،
واخد الخياطه اللي انا خيطتها دي كده عند خط الجنب بحيث ان هي تبقى ماشيه مع خط الجنب. وانا وماشيه كده اي زياده بتبقى زي كسرات كده، شكلها جميل جدا. في بيبقى في موديلات فيها كالونات، تمام، مش كسرات، كالونات. يعني ايه كالونات؟ يعني كسره في وش كسره اهو. ما ننساش اللايك، ما ننساش الاشتراك والتعليق الجميل اللي دايما بيحفزنا. تعليقاتكم وكلامكم ونقدكم كله بنستفيد منه. ده كده شوف بس الرجل الاولى اللي احنا عملناها كسرتين في الامام وكسرتين في الخلف، ده كده شكل الرجل بالبنطلون، شايفين اهو ده كده شكلها، تمام. هنعمل الرجل التانية. طيب شايفين حضراتكم البنطلون ازاي شكله بقى جميل وبسيط جدا. اقول لكم انا بعمل ايه دلوقتي اهو. البنطلون اهو بالكالوش بتاعه، تمام. وهنزل لكم الرابط بتاع الفيديو ان انا بتني الشيء الدائري ده او الاسفل الدائري كله، الحجر هتلاقيه مظبوط ما فيهوش اي مشكله، تمام. هنا بعمل الكمر لان انا طبعا لما نزلت 20 سنتي ما عملتش حساب كمر. لو هتعملي حساب الكمر من نفس البنطلون بيبقى 30 سنتي، بيبقى 30 سنتي، تمام. طيب انا هنا عملت الكمر اهو، قصيته على قد الجزء ده بالظبط وبخيطه، وده الجزء اللي انا هتني فيه واركب فيه الاستيك، تمام. هركبه عشان اقول لكم الاستيك هيتركب ازاي. طيب اهو بركب الكمر زي ما قلت لكم بالخياطه، تمام. وباجي واروح جايبه زوميني عبد الرحمن لو سمحت الجزء ده كده بطبقه وبتنيه وبنزله على الوسط، تمام، وبخيطه بالشكل ده وبلفه بشكل دائري لاخر القمر وبسيب جزء مفتوح وبدبوس بدكك الاستيك بتاعي. وبالشكل ده بيكون البنطلون خلص. ركبت الاستيك معاكم في كذا فيديو قبل كده، وبرده هسيب لكم فيديو رابط الشورت ازاي ركبت فيه الاستيك بالتفصيل. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم ونال على رضاكم. الطريقه دي سهله وبسيطه، والموديل كله ان شاء الله هعمله لكم قريبا جدا جدا، البلوزه بالبنطلون بالشكل والحجم الطبيعي. بشكركم جدا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.